المؤشرات الرئيسية هنا تبدأ أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع. مؤشر داو جونز حاليا متراجع ب 0.8%، نجد أن الناسداك متراجع ب 0.6%، الاس ام بي أيضا يشهد تراجعات وب 0.6%. العوامل التي تؤثر على الأسواق اليوم هو ما ذكرتيه، طبعا قلق حول أزمة الديون بأوروبا خاصة بعد اختبارات يوم الجمعة والتي أظهرت ضعف البنوك الأوروبية، وأيضا مخاوف حول الديون الأمريكية وحول احتمالات التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الديون الحكومية قبل الموعد النهائي وهو الثاني من شهر أغسطس. وطغت هذه الأخبار على الأسواق وأدت إلى هذه التراجعات. لا توجد أيضا أي تقارير اقتصادية اليوم، ربما كانت من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاعات بالأسواق، بينما صدرت بعض التقارير حول نتائج أرباح الشركات. شركة هالي بيرتون على سبيل المثال أعلنت عن زيادة في صافي الإيرادات وب 54%، وشركة هاسبرو أعلنت عن زيادة في الأرباح ب 33%. هناك أيضا ترقب كبير لنتائج اي بي ام والتي سيتم الإعلان عنها بعد إغلاق الجلسة اليوم. بالنسبة للعملات، اليورو متراجع أمام الدولار الأمريكي، أما سعر النفط حاليا هو متراجع بدولار و45 سنت وعند مستوى 95 دولار و78 سنتا للبرميل.